مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مواطن مصري. مواطن مصري يناقش قضايا المجتمع، يركز على الايجابيات الموجوده في المجتمع، القاء الضوء الاعلامي على جميع المشكلات داخل المحافظات. قبل ما نبدا حلقتنا معاكم النهارده، تسمحوا لي ارحب بالزميله دينا السعيد. اهلا بك يا دينا. اهلا بك يا احمد، واهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهارده ومتابعين برنامج مواطن مصري، اللي دايما برنامجنا بيركز على كل لحظات الحياه من فرح وامل ومواهب ومغامرات. دايما بنبث فيكم روح الطمانينه والنفس الجميله. ودايما النهارده حلقتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن روعه الاحساس بالكلمات اللي بتنطلق من العمق الاحساس الى السماء. كنت عايزه اقول لكم النهارده احنا بنشوف الناس دايما من وشوشها، مش بيبان كل حاجه جواهم. يعني ممكن تشوف الناس ألوان، يعني ممكن أسود أبيض، الناس جواها حاجات مش بتبان، بيبقوا محتاجين كل الأمان. ناس بنأمن لهم بس مش بنلاقي منهم غير كل الجراح، وناس بيبقوا بعيد عننا وبينسونا كل الأحزان. خلونا النهاردة ننسى كل أحزاننا مع روعة الابتهالات، وهسيبكم مع ضيفي أحمد مكاوي، مع زميلي أحمد مكاوي، إن هو يقدم ضيوفنا النهاردة الموجودين معانا النهاردة في الاستوديو. نبدأ معاكم، نرحب بضيوفنا الكرام. فضيلة الشيخ عمر الجعان، مرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مرحب بحضرتك. فضيلة الشيخ محمد حسن الحويطي، مرحبا. الكاتب الصحفي الكبير محمد الحوت، اهلا بكم، شرفتونا ونورتونا في برنامج مواطن مصري على شاشه قناه الصحه والجمال. نبدا معاكم فقرات حلقتنا النهارده بايات من الذكر الحكيم للشيخ محمد حسن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا شيخنا. يا ريت حضرتك تكلمنا أكتر عن نشأتك ومحافظتك وإزاي تربيت على قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن الرابعة في كتاب القرية، وكان شيخ الكتاب كان جدي عليه رحمة الله، وأتممت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن الثانية عشر. كانت قرية إيه ومحافظة إيه؟ كانت قرية الشيخ العشماوي، مركز فاقوس، محافظة الشرقية. جميل. فكنا نحفظ القرآن في الكتاب القرية حتى أتممت الحفظ القرآن الكريم. وبعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم كنت أجود بعض الآيات، فسمعني جدي في يعني وأنا أقرأ، فنمى هذه الموهبة فيه حتى وأثقلتها بالدراسة. وأثقلتها بالدراسة. جميل. الله يفتحها عليك. وعليك. وعليك سيدي. طيب معانا الشيخ عمر الجعان. بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم صل عليه، تحب تسمعنا ايه بخصوص الايام المباركة اللي جاية ان شاء الله؟ اسمعك ان شاء الله بتهل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول. اتفضل. صلى الله. هذا حبيبي لا تلمني في هوى هذا حبيبي لا تلمني في هواه قدره عال فلا يدانيه سواه خصه المولى بفضل في علاه وصفه نور وصفه نور تعظمه الجباه ليس بغيره عز وجاه ليس بغيره عز وجاه فصلوا 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 عليه صلاة لا يلاحقها انتهاء. الله، ايه الجمال ده يا شيخ عمر. شيخ عمر بقى كنت عايز اسالك ازاي بدات في اعداد القران والابتهالات الدينيه؟ بدات معاك من امتى؟
والله الابتهالات الدينية بدأت يعني حبيتها وانتميت إلها يعني من 4 سنوات. تمام. لما دخلت في المقامات الموسيقية وتعرفنا برضو على مشايخنا المبتهلين. مين بقى مثلك الأعلى من المبتهلين القدامى ورأيك بقى في الجيل الجديد ده اللي أنا عايزة أعرفه؟ أو القراء. القراء والابتهال الديني. والله بالنسبة للابتهال الديني مثلا أعلى ناصر الدين طوبار. لأن ده كان يبتهل بقلبه. وبالنسبة للقراء مثلا أعلى الشيخ محمد الليسي والشيخ شعبان الصياد. لأن دول أنا اللي بميل إلهم في القراءة. وطبعا أنا من قرية أشكر مركز فاووس محافظة الشرقية. حفظت القرآن وأنا في 12 من عمري. ما شاء الله. بدأت الحفظ في 6 من عمري. بس كان على سنوات كنا نحفظ فترة ونبطل. أكثر قراءاتك بتكون محددة في إيه؟ بالنسبة لإيه؟ يعني القراءة اللي حضرتك التلاوة بتاعت حضرتك. التحقيق. ده النهج المسمى بالنسبة للتجويد. لكن طبعا الأفضل والأريح الترتيل. المرتبة الأولى. لكن احيانا في وجبات العزاء وفي الاماكن الثانيه بينطلب منك تحقيق التجويد المسمى العام. ده لمحبين القران. الشباب بقى الجيل الحالي يعني لو حبيت تديهم نصيحه يتوجهوا ازاي للطريق الصحيح عشان هم بيبقوا متلخبطين شويه. والله اول حاجه ان هو يبعد عن الغناء. يعني العقل طيب لا يتحمل الا طريقك الصحيح انك تكون ماشي لإما قرآن تبعد عن الغناء لأن لا يتحمل اثنين أو اثنين. ونسأل الله العافية. اللهم آمين. العافية إن شاء الله. طيب في الأستاذ محمد الحوت الصحفي الجميل اللي مشرفنا النهاردة. أنت شايف إيه النهاردة؟ شايف إن في مواهب طلعت من الشرقية؟ شايف إن إزاي ننمي الموهبة عند الأطفال اللي هم بيبقوا مولودين وعندهم موهبة قراءة القرآن الكريم؟ أولا أنا سعيد في وسط أهل القرآن، دي رقم واحد. المشايخ الأفاضل، هو إيه سبب وصولهم للدرجة دي؟ حضرتك تعرف إيه السبب؟ سبب الكتاب. الكتاب ده الطفل عنده 4 سنوات أو 3 سنوات بيحفظ القرآن. بالاول بتعلم القراءه والكتابه وبعدين اللغه العربيه وبعد كده بتعلم منه يخش القران، فبيخش القران يعني يحفظ بالدراسه المتابعه برضه. طيب الاول في البيت بعد كده عشان المعاهد الدينيه. يا استاذ احمد النهارده للاسف الناس بتسيب المعاهد وبنجلوا عيالهم من المعاهد يودوهم التربيه والتعليم، التاسيس في البيت. طيب احنا عشان وقت برنامجنا عايزين نختم فقرتنا مع الشيخ عمر الجعان بايات من الذكر الحكيم. أنت لو إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مؤمنا
الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وزي ما شفتم الابتهالات الدينيه شيء مهم جدا وموهبه فعلا يعني ولازم نركز عليها جدا. كان في شاب كان بيجوف في الشوارع كان بيناشد وزاره الاوقاف والازهر ان حد يتبنى موهبته. فعلا لو ركزنا على موهبه الابتهال الديني في الطابور الصباحي كل يوم في الاذاعه المدرسيه كفكره من الافكار اللي موجوده في اليوم الدراسي هتبقى حلوه جدا لتنميه الاطفال. كده تكون خلصت حلقتنا، بس هنطلع لفاصل وهنختم النهارده حلقتنا مع فقره جمال المرأة مع سمر ورانيا. بنشكركم جدا، كنت معاكم دينا السعيد والإعلامي أحمد مكاوي من برنامجكم مواطن مصري.